بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا في النادي الاهلي. لكن بعد اذن حضرتك صل على الحبيب في الكومنتات ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الاهلوية المحترمين. عايز بس اتكلم في البداية ان يا جماعة جمهور النادي الاهلي دايما هو رقم واحد في انكسارات النادي الاهلي قبل الانتصارات، لكن الجمهور دعم كتير قوي. الجمهور وقف مع اللعيبة قبل اي حد. مفيش لعيب في النادي الاهلي تم تركه كده للهجوم، لا، كل بيدافع عن لعيب النادي الاهلي من اصغر لاعب لاكبر لاعب. لكن احنا في وقت من الاوقات خلاص الدلع والطبطبة اللي بتحصل على اللعيبة مع كل نكسة او كل انكسار للنادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي كل وقع عليها الف قومة، لكن النهاردة في لعيبة في النادي الاهلي، معلش مع احترامي ما تقولوش ما تهاجمش لاعب النادي الاهلي. انت لازم تنتقد اللعيبة بالاسم. ليه بالاسم؟ لان اصبح في النادي الاهلي في لعيبة بتختفي كده في وسط الهجوم الجماعي، يعني ما تطلعش تقول لعيبة الاهلي كلها عالة، لا، معلش مع احترامي، في لعيبة رجالة، في لعيبة عارفة قيمة تيشيرت النادي الاهلي وبتحاول على قد امكانيتها وبتضاعف مجهودها، لكن دول لازم نديهم حقهم. لكن اللعيبة التانية لابد ان يتم انتقادها بالاسم. ليه بالاسم؟ عشان كل لاعب غلط لازم يتحاسب، كل لاعب مش مقدر تيشيرت النادي الاهلي لازم يتحاسب. انتقد اي حد كما شئت، طالما بتنتقد في حدود الادب، ما بتغلطش في حد، ما بتشتمش في حد كعادة جمهور النادي الاهلي. ان انت لما بتهاجم لعبتك بتهاجمهم بادب وباحترام، ما بشتمش لا بالاب ولا بالام، لا، انا بنتقد انتقاد فني. انتقد اي مسؤول تسبب في اللي احنا وصلنا له النهاردة باي شكل من الاشكال، انتقد عشان الغلط يتصلح، لان مفيش حاجة هتتصلح طول ما احنا ساكتين. مفيش حاجة هتتصلح طول ما جمهور النادي الاهلي بيسقف وخلاص، لا، في فترة من الفترات جمهور النادي الاهلي بيبقى الرقم واحد قبل الادارة وقبل الكل. جمهور النادي الاهلي هو اللي بيعدل، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيصح المسار. عشان كده لازم الادارة تعرف وتشوف اللعيبة اللي للأسف الشديد لا تستحق انها تمر من قدام بوابة النادي الاهلي. للأسف الشديد قط اللبس في النادي الاهلي محتاجة غربلة. الاهلي ما كسبش 2 افريقيا ورا بعض غير لما غربلت قط اللبس في النادي الاهلي. قط اللبس في النادي الاهلي في فترة من الفترات كان فيها معلمين وكان فيها شلل، الفترة بتاعت رمضان وعبد الله وشريف وفتح والناس دي، كان فيه شلالية في قط اللبس. لما انتهت في النادي الاهلي ربنا كرمك من واسعة، بطولة افريقيا ثم برونزية كاس عالم، بطولة افريقيا ثم برونزية كاس عالم، والدنيا ماشية زي الفل. دلوقتي رجعت الشلالية تاني والله. اذا كنت عايز الاهلي يكسب واهلي يرجع للبطولات، رقم واحد ان المجموعة ترجع ككل. ما ينفعش النهاردة قفشة يبقى عامل له شلة، ربيعة عامل له شلة، صلاح محسن عامل له شلة، مش عارف حسين الشحات عامل له شلة، وهكذا. في شلالية وفي معلمين ومراكز قوة في أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي. في لعيبة بتستخبى في وسط الانتصارات، في لعيبة بتخاف من الكرة في وسط الملعب، يعني في لعيبة بتستخبى من الكرة عشان الكرة ما تروحش ليها عشان ما تظهرش، لكن ساعة الانتصار بتلاقي الكل بيجري والكل بيفرح والكل بيحتفل. اعتقد النهاردة مفيش غير لاعب واحد بس هو اللي كان بيعافر، لاعب واحد بس هو اللي كان بيقاتل. انتقدناه كتير، لكن ده لعيب راجل، ده لعيب بقاله 5-6 ماتشات وبالتحديد من ساعة نهائي افريقيا وهو بيموت نفسه حرفيا في كل مباراة. انت متخيل النهاردة يا جماعة الجون التالت بتاع سموحة النهاردة ده فضيحة والله، مهزلة كروية. لعيب بياخد الكرة من نص ملعبه، من قبل خط النص، وبيمشي لوحده مع 3 لعيبة مدافعين، ولا واحد فيهم فكر انه يعمل فاول.
يعني ألف به كورة هجمة مرتدة جاية عليك وفي نص الملعب، يعني لا هتاخد طرد ولا هتاخد حاجة، عطل اللعب. ألف به كورة عطل اللعب طالما أنت مش قد اللي رايح عليك ده. يعني أنا حسيت النهاردة إن مروان ده كريستيانو رونالدو أو رونالدو الظاهرة رايح بالكرة على الجون، أو ميسي الكرة عمال يرقص ويرقص واللعيبة تروح يمين واللعيبة تروح شمال. إيه يا جماعة في إيه؟ تلات لعيبة وتلات لعيبة دولية منتخبات، محمد هاني، ياسر إبراهيم منتخب أول وكم خبرات كبيرة، كوكا منتخب أولمبي. مفيش حد فيكو ذهنه تفتق إلى أني أعمل فاول في نص الملعب وخلاص وريح دماغي، بدل ما الواد واخدني كده رايح جاي يمين شمال، لا روح تعال لا روح تعال. مفيش حد فكر خالص يعمل فاول، وكأنه عيب، عيب ان انا اعمل فاول في نص الملعب احمي بيه المرمى بتاعي من هدف يخلص علي. احنا كنا 2-0، انت نازل الشوط التاني عشان تجيب جون تقلص الفارق وتبدأ تهاجم عشان تجيب التاني وتجيب التالت، تروح لابس التالت مرة واحدة من قبل ما تعمل اي حاجة، ده هدف يعني خططيا وتكتيكيا فضيحة ما يتوصفش غير بالفضيحة. لان لعيب من نص الملعب بياخد الكرة في وسط تلات لعيبة وعمال يمغرس فيهم يمين وشمال ولا واحد فيهم فكر يعمل فاول. لما عماد متعب يتكلم لازم الكل يسمع، عماد متعب ده مش شوية في الكرة، عماد متعب مهاجم وقناص، في فرق بين المهاجم وفي فرق بين اللعيب القناص. المهاجم اللي زي شريف اللي زي صلاح محسن اللي زي حسام حسن دول اسمهم مهاجمين، لكن القناص اللي من ربع فرصة بيجيب جون. النهاردة النادي الاهلي مضيع بتاع 17 فرصة، ده رقم ما بيتعملش في البلاي ستيشن، ده رقم ما بيتعملش. انا لو بلعب بلاي ستيشن والمهاجم بتاعي ضيع الفرص دي كلها انا امسكه كده هرميه برا الفرقة خالص او اطرده من الملعب، هروح اخليه يتزحلق على حد عشان اطرده. لما ضيع 17 فرصة منهم 5 فرص لشريف، لا معلش معلش يا شريف انت مش مهاجم اساسي النادي الاهلي. النهارده عماد متعب قالك لو كنت صاحب قرار في الاهلي انا هبيع المحترفين كلهم ما عدا بدر بنون الوحيد اللي يفضل عشان يحافظ على دفاع الاهلي اللي بقى شوارع. قالك ابيع بيرسي تاو، ابيع ميكيسوني، ابيع علي معلول، ابيع ديانج، حتى ديانج لان ديانج مش هيكمل معاك على كده. ديانج وصل معاك لمرحله جاله عروض هو ركز خلاص في اوروبا خلاص، فانت مش هتاخد منه حاجه تاني، فخلاص بقى ريح ديانج. قالك الاهلي محتاج مهاجم مكان محمد شريف، شريف ليس بمهاجم النادي الاهلي، شريف ممكن يبقى مهاجم تاني، مهاجم بديل تنزله شوط تاني تنزله تديله فرصه، لكن مهاجم اساسي انت محتاج قناص يخلص من انصاف الفرص حتى لو كان بمبلغ كبير. وهنا اداره النادي الاهلي مع احترامي الكامل اول قرار لابد ان يتم اتخاذه شكرا للجنه التخطيط. معلش الناس اللي شغالين بفكره نسترخص وهو لزق وكله بيمشي واخد بالك وكله عند العرب صابون، لا لما يبقى قدامي لعيبه بكواليتي عالي واقول معلش عشان نوفر نص مليون دولار ولا مليون دولار فنجيب لاعب اقل وهو يلا كده كده احنا بنكسب الدوري، لا مع احترامي الكامل مفيش صفقه جابتها لجنه التخطيط اللي موجوده دلوقتي الا وكله فشل كله فشل. هتقول لي ديانج، هقول لك ديانج ده مش بتاع لجنه التخطيط، ديانج ده الله يمسيه بالخير انيس بوجلبان هو اللي جابه لك. غير كده مفيش ولا لاعب لجنه التخطيط ضمته الا بالفلوس بتاعته خسرناها، رحنا جبنا جيرالدو دا كوستا زحليقه وشفتوا اللي حصل، بعدين جبنا والتر بواليا مش عارفين نسوقه، ميكيسوني مش عارفين نسوقه، جبناه بمليون دولار ودلوقتي مرميلي 500,000 دولار، النادي اللي اشتريته من اللي انا اشتريته منه عايز يرجعه بس يديني نص المبلغ. بيرسيتاو اديكم شايفين اللي بيحصل. يعني هل النهارده يا جماعه من العقل ان انا يكون قدامي لعيب منتخب المغرب اساسي اسمه سفيان رحيمي ومكسر الدنيا وبعد ما خلص معاه اقول لا اصل المبلغ اللي طالبه الرجاء المغربي كتير
فراح ادفع في ميكي سوني واسترخص وانا بعمل بطبخ الطبخة يا جماعة، يعني مكلف، جايب لحمة وجايب الاكل وجايب الخضار وجايب وجايب وجايب، ينفع استخسر شوية ملح؟ يعني انت عامل فرقة كبيرة وجايب مدير فني بتديله شيء وشويات، ليه استرخص في لاعب ولا اتنين؟ ليه؟ ليه؟ حضراتكم طول ما انتم مستمرين والله ما هنشوف خير في النادي الاهلي، والله طول ما لجنة التخطيط شغالة بالعقلية اللي احنا شايفينها دلوقتي مش هنشوف خير. لجنة التخطيط اللي اتعرض عليها ابراهيم عادل وهو عيل صغير لسه عنده 19 سنة بمليون جنيه وما ترضاش عشان عيل صغير عنده 19 سنة وبعد سنتين تدور عليه بخمسين مليون، انتوا لا تستحقوا المكان اللي انتوا فيه، لا تستحقوا اسم النادي الاهلي. قس على ذلك بقى لعيبة كتير، قس على ذلك لعيبة كتير بتضم لعيبة ملهاش اي قيمة فنية تحت شعار ان انا بسترخص وخلاص. احمد زي الحاج احمد، المهم نوفر الفلوس وخلاص. فكابتن عماد متعب كلامه محترم جدا، كلامه محترم جدا. عايز اقول ان كابتن سامي قمصان مسؤول، مسؤول مسؤولية كاملة عن اللي حصل النهاردة. برضو كابتن سامي قمصان النهاردة سموحة ضيع سكور تاريخي، يعني انا ما خلصتش من الخمسة بتوع صن داونز ولحد النهاردة جمهور البليلة بيعاير بالخمسة بتوع صن داونز بالرغم ان انا خدت طاري تالت ومتلت من صن داونز. النهاردة كنت هشيل خمسة من سموحة واكتر، والله العظيم الناس اللي فاهمة كورة، انا كنت هشيل اكتر من خمسة من سموحة النهاردة. مروان النهاردة ده مضيع تلات جوان لوحده، انفرادات، مش بقولك اجوان فرص، انفرادات انفرادات. كابتن سامي قمصان بيلعب شوط كامل بتفندر واحد، عبد الحميد باسيوني لو كان جاس شوية كان جاب كل عشر دقايق جون او اقل من العشر دقايق كمان. النهاردة التحكيم له دور كبير جدا، له دور كبير جدا. شوف انا قلت لك ايه، جبت لك العيوب اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا، لكن برضو التحكيم النهاردة يا جماعة والله العظيم اللي بيحصل ده عيب، عيب على ادارة النادي الاهلي. السكوت والنبي مش عايز بيانات، البيانات لا بتقدم ولا بتأخر، البيانات لا بتقدم ولا بتأخر. النهاردة للمباراة العشرومية ليه ضربتين جزاء في المباراة على الأقل، ركلتين جزاء على الأقل إن لم يكن ثلاثة. في الدقيقة رقم واحد المفروض لاعب سموحة بيطرد، الفار ما بيتدخلش، الفار ما بيتدخلش. النهاردة في مسخرة في الدوري المصري اسمها تقنية الفار، مسخرة. إنما النهاردة بنشوف حالات تحكيمية والفار قاعد نايم، والفار قاعد نايم. النهاردة أنا عايز أسأل سؤال للجنة الاحتواء، مين عمرو الشناوي ده عشان تجيبوا لي حكم احتواء النهاردة أو حكم فار النهاردة؟ مين؟ إيه إمكانياته؟ حكم معتمد من الإفاب إن هو يكون حكم فار عشان تجيبوا لي في مباراة حاسمة زي دي؟ عمرو الشناوي ده مضيع مني نقطتين السنة اللي فاتت في ماتش الأهلي والبنك، كان هو حكم الفار برضه، كان هو حكم الفار الجون بتاع ايمن اشرف اللي اتلغى. النهارده محمود البنا بيدي ضربه جزاء، حكم الفار بيرجعه يقول له لا مش ضربه جزاء. الشوط الاول ليه ضربتين جزاء، حكم الفار ما بيبصش عليهم اصلا. احمد حكم ضرب ديانج بالكوع، ما فيش طرد بالرغم ان هو واضحه وصريحه، ضرب بالكوع من غير كوره طرد. لكن النهارده عمرو الشناوي بيحرمني من ثلاث نقاط. عمرو الشناوي النهاردة هو ومحمود البنا برضو مازال مسلسل التحكيم المصري. وهنا السؤال لإدارة النادي الأهلي، هو أنتوا مش قلتوا هنجيب حكام أجانب لكل ماتشاتنا؟ ليه كملت بالحكم المصري؟ ليه؟ قلنا ماتش بيراميدز لو كان بحكام مصريين والله كنا خسرنا، لو كان بحكام مصريين كنا خسرنا. النهاردة، النهاردة في ماتش بيراميدز، عايز اقول لك ان لعيبه بيراميدز كانت بتحتك بدنيا بالحكم والحكم مش قادر يفتح بقه، والله رمضان صبح النهارده كان ناقص يمسك الحكم يضربه، ده غير الالفاظ اللي قالها للحكم، وكل اللي حصل له ايه؟ انذار.
كل اللي حصل له انذار. رمضان بيقول للحكم هش اسكت ما تكلمش خالص, انت مين عشان تتكلم معايا كده, وبيزقه بايده. لولا الناس تدخلت كان مسكه ضربه علقه. احمد فتحي بيمسك الحكم من وسطه عادي جدا عادي جدا جدا. فما تستغربش لما الدوري يروح منك للسنه الثانيه على التوالي, ما تستغربش ان انت كنادي اهلي عندك لجنة تخطيط, عندك شركة كورة, عندك واحد من اعظم من لمس كرة القدم في مصر كابتن محمود الخطيب, عندك مدير ادارة التعاقدات اربعة. الناحية التانية واحد ملوش علاقة بالكورة لكن سريع في اتخاذ القرار. احنا النهاردة فترتين قيد عدوا ومعرفتش اجيب لاعب عدل, فترتين قيد عدوا والنادي المنافس اللي كان بيخش ينافسني في الصفقات ما رفعش عليا شماعه ومش قادر اجيب صفقه محترمه. ليه؟ عشان عندي لجنه تخطيط بتسترخص بتسترخص. اتمنى شركه الكوره والسيد ياسين منصور اذا ما كنتش هتحط ايدك على كل حاجه في كره القدم في النادي الاهلي ويبقى القرار قرارك من اولها, قدم استقالتك من قبل ما تبدا. السيد ياسين منصور رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي, الكوره في ملعبك وجمهور الاهلي مش هيرحمك. جمهور الاهلي اذا كنا بنسكت احتراما وتقديرا للخلوق الكابتن محمود الخطيب فاحنا مش هنسكت لك. عشان كده انت الرئيس, انت رئيس المركب, القرارات قراراتك, عشان لو المركب غرقت محدش هيرحمك. خد قراراتك من دماغك, شوف الصح اعمله, لكن اللي هيحاسب على المشاريف في الاخر انت, سواء كانت حلوة او سودة. يا رب تكون حلوة. شكرا ليكم, سلام.